السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطور التكنولوجيا في عالم طب الأسنان ساهم في رفع نسبة نجاح المعالجات، كما ساهمت في سهولة المعالجات أو إجراءات السنية المقدمة للمرضى. من ضمنها جهاز أشعة السي بي سي تي، حيث أن هذا الجهاز استطاع أن يسهل المعالجات الخاصة بتخصص اللبية بشكل كبير جدا، سواء كان قبل المعالجة كمرحلة التشخيص أو وضع الخطة العلاجية أو التعرف على التشريح الأناتومي للروت كانال سيستم، فيصبح الطبيب عارف مسبقا مدى سهولة أو صعوبة الحالة. كذلك أثناء المعالجة، سواء عند حدوث المضاعفات أو الكومبليكيشن أو ما بعد المعالجة في مرحلة الفولو أب، هذا من شأنه بيجعل أنه الطبيب بيحتاج أن يتعلم كيفية قراءة أشعة السي بي سي تي، لأن الاعتماد على تقرير اللي بيجي صادر من مركز الأشعة كورق سوفت كورق هارد كوبي، هذه الورق ما بتستطعش أنها تعطينا كل المعلومات كل الداتا، لأن الصورة المطبوعة ما بتعتبرش أشعة 3D، المعلومات اللي فيها بتعتبر فقط 2D لأنها محصورة فقط على زاوية واحدة أو نافذة واحدة بمحاور في مكان واحد أو مكان ثابت، بينما المعلومات اللي متواجدة في أشعة السي بي سي تي للمريض بتكون غنية بالعديد من المعلومات، ولا تستطيع أن تفهم أو تقرأ هذه المعلومات إلا إذا قمت بقراءة هذه الأشعة عن طريق استخدام السوفتوير الخاص بالشركة أو خاص بالأشعة السي بي سي تي. أنا محمد الدولة، أرحب بكم اليوم، واليوم إن شاء الله سوف نتعلم كيفية قراءة أشعة السي بي سي تي في مجال الإندو. لماذا نحن بحاجة للحصول على صورة أشعة السي بي سي تي ذو جودة عالية؟ لأننا بحاجة إلى تصوير بنية تشريحية صغيرة جدا، كالبريدنتال ليجمنت سبيس، اللامينا دورا، الروت كانال مورفولوجي، فيرتيكال روت فراكشر، سمول بيري أبيكال ليجن وما إلى ذلك، مع الحفاظ على الجرعة إلى الحد الأدنى. لذلك قبل أن نتعرف كيفية قراءة أشعة السي بي سي تي، علينا أولا أن نتعرف ما هي العوامل التي من شأنها تعمل على زيادة جودة الأشعة. في السوق العالمية في العديد من الشركات المصنعة لجهاز السي بي سي تي، لذلك على الطبيب أن يتعرف قبل، عند رغبته لشراء جهاز السي بي سي تي، يتعرف على العوامل الغير قابلة للتعديل اللي بيتم تزويدها لجهاز السي بي سي تي من قبل الشركات. من ضمن هذه العوامل الفوكسل سايز، حجم الفوكسل، مجال الرؤية المتعرف بالفيلد اوف فيو، زاوية المسح الضوئي او السكان انجل، كذلك الميتال ارتيفاكت فلترز. حجم الفوكسل هو واحد من اهم عوامل للحصول على اشعة ذو جودة عالية. الفوكسل هي اصغر عنصر ثلاثي الابعاد في وحدة التخزين، وعادة ما يتم تمثيله كمكعب أو صندوق له طول وعرض وعمق، تماما كما هو الحال في البيكسل اللي هو ذو إجراء ذو الصورة ثنائية الأبعاد، والمتمثلة في المربعات، أي بمعنى لديها ارتفاع ولديها عرض. حجم الفوكسل سايز في السي بي سي تي بتكون أيزوتروبيك، أي بمعنى متساوية، فارتفاعها وعرضها وعمقها بيكون متساوية
المسافة. لكن في حالة الميديكال سيتي سكان بتكون نان ايزوتروبيك، أي بمعنى أن الفوكسل سايز بتختلف من مكان إلى مكان في نفس مربع الصورة، أي بمعنى أن المقاسات الميجرمنت في السي بي سي تي بتكون مور أكيوريت مقارنة بالميديكال سيتي سكان. وكلما كانت الحجم الفوكسل سايز صغيرة في الصورة الواحدة، فوكسل نمبر بتكون أكبر في الصورة الواحدة، ولذلك وبالتالي بيتم تغطية أكبر تفاصيل ممكنة في هذه الصورة. في الأذر سايد، كلما كان حجم الفوكسل سايز كبير، كان عددها متواجدة في هذه الصورة قليل، وبالتالي بتكون تفاصيل أقل اللي ممكن نغطيها في الصورة. إذا نستنتج إنه the smaller the voxel size بيكون the greater the number of the voxel في هذا الأريا، وبالتالي بيكون معانا الإيميج more better quality مع ال smaller voxel size. مثلا هنا في هذه الحالة اللي أمامنا هي لنفس المريض، ولكن ثلاث هذه الصور سي بي سي تي بتختلف في size of the voxel، ولذلك منلاحظ انه كلما كان الفوكسل سايز حجم صغير، كلما اصبحت الصوره اكثر تفاصيل، زي ما شايفين الكورتيكال بون، الروت كانال سبيس بشكل واضح، بينما كلما كان حجم الفوكسل سايز كبير، كلما اختفت معنا المعالم بشكل واضح في السمول ديتايلز اناتومي. اذا the size is it does matter في بخصوص الفوكسل سايز. الفيلد اوف فيو هي واحدة من أفضل المميزات في تكنولوجيا السي بي سي تي، حيث يمكننا أن نتكامل ونأخذ مساحة صغيرة في حالة الإصابة بآفة بيري أبيكال ليجن سمول إن أسوسييت وذ أونلي وان توث، وهذه الأريا لما تكون سمول بنستخدمها في حالات الإندو عادة. ممكن نأخذ ميديوم فيلد اوف فيو بتناسبنا في الإمبلانت، أو نأخذ اللي هو اللارج واللي بتكون عادة بيستخدموها أخصائيين الماكسيلوفيشيال. نحن في تخصص الاندو بيكفينا ان احنا نستخدم السمول اوف فيلد اوف فيو لعده اسباب. السبب الاول ان احنا بنفضلها في حالات تجنب ان احنا نعرض المريض لجرعه اشعاعيه لمنطقه واسعه في الفك، بينما بيكون معالجتنا فقط محصوره في المولر، وبالتالي بنخلي الفيلد اوف فيو محصور للمولر. في نفس الوقت بنزيد الريزوليوشن للصوره. اذا كلما كانت الفيلد اوف فيو اصغر، كلما قلت الجرعه الفعاله على المريض، وبالتالي كلما ارتفعت دقه الصوره واصبحت الايميج بيتر ومور ريزوليوشن. العامل الثالث هو السكان انجل او الروتيشن ارش. الروتيشن ارش هو المقصود بها انه الجهاز بيقوم باطلاق حزمه اشعاعيه في زوايا معينه، فكلما كان هذا السكان انجل كبير يصل إلى 360 درجة، بالتالي بيتم إخراج حزم إشعاعية اللي تسمى البيزز إيميج، عددها بيكون كبير. العلاقة بتكون إنه كلما زادت في الإندو، كلما زاد الـ number of بيزز إيميج، بيكون بمقابلة بتتحسن أو بتزداد جودة الصورة السي بي سي تي. على سبيل المثال، لو افترضنا انه معنا اناتوميكال معين، فيرتيكال روت كراون كراك او فيرتيكال روت فراكشر، في حال لو كان معنا كان انجل 180 درجه، فهنلاحظ انه بيحصل معنا ميسنج لهذا الاناتومي المعين. لكن لما يكون معنا 360 درجه الدوران، بيكون عدد البيزز ايميج كثيره، وبالتالي بيكون معنا فرصه اكبر لاخراج اشعه الحزم الاشعاعيه، وبيكون معايا أكثر احتمالية لتغطية منطقة الاناتومي اللي احنا بنحاول نشخصه، مثل vertical root fracture أو missing canal أو small prodental ligament space anatomy معين وهكذا. إن من عيوب المواد المعدنية المستخدمة في طب الأسنان هو أنها بتظهر في أشعة السي بي سي تي بشكل حزم سوداء وبيضاء متشتتة من بجانب الجسم المعدني، الراديو اوباسيتي ماتيريالز زي الامالغام، زي الكراون، زي الامبلانت، زي الاوبتريشن ماتيريال جوتبركا. وهذا من شأنه انه بيعمل تشتيت للصورة بشكل سلبي جدا في قدرة الطبيب في تشخيص الحالة السريرية من عن طريق السي بي سي تي.
بتقوم بعض الشركات بتصنيع خوارزمية معينة زي ما انتم شايفين هنا شركة اكتيون في الصورة اللي في اليسار قبل عملية الفلتريشن تبعها في الارتفاكت فلتر، بينما في الصورة اللي في اليمين قامت الشركة بعمل خوارزمية معينة. من هذه الخوارزمية بتستطيع انها تقوم بتقليل كمية التشوه اللي حاصل بسبب البيمينج ارتفاكت وإظهار صورة السي بي سي تي بأكثر وضوح، مما يسهل على الطبيب قراءة الأشعة بشكل دقيق. إذا هنا وصلنا لمرحلة التكلم على 4 نقاط اللي من شأنها بتأثر في جودة أشعة السي بي سي تي، والتي بنفس الوقت ما بنستطيعش إن احنا نعمل عليها أي تعديل. هذه بتكون adjustment غير قابلة للتعديل، معايير معينة مثبتة من الشركة، وبالتالي عند شرائك أو رغبتك باستخدام أشعة استخدام جهاز السي بي سي تي عليك أن تنتقي بشكل تكون حريص في استخدام الفوكسل سايزر أصغر حجما، كذلك أن يكون السكان أنجل كلما كان كبير كلما كان أفضل في إظهار أكثر تفاصيل تشريحية، كذلك أن يكون مصاحب للشركة خاصية الارتفاكت، أني بتكون هذا الارتفاكت فلترينج في يقلل لك تشوه الأشعة اللي ممكن تكون مصاحب للأشعة الراديو أوباسيتي ماتيريال. كذلك كلما كان الفيلد أوف فيو صغير كلما كان التفاصيل أكثر ريزوليوشن وأكثر وضوح. الآن نصل إلى الجانب الثاني وهو من محاضرتنا اليوم، اللي هو هاو تو نافيجيت سي بي سي تي ايميج ان اندو، وكيف نقوم بدراسة أشعة السي بي سي تي. قبل ما نبدأ نتكلم كيف نقرأ السي بي سي تي، في بعض المفاهيم يجب علينا فهمهم في الأناتومي، اللي هي مثلا الكورونال بلين، ما هو السجيتال بلين، ما هو الأكزيال بلين، لأن هذا هم الـ3 النوافذ اللي راح ندرسهم في السي بي سي تي. على سبيل المثال الأكزيال بلين هو الخط الذي بينصف للجسم إلى جزء علوي superior and inferior، بينما الكورونال فيو اللي بيطابق لي الكورونال سيوتشر اي سيوتشر تاجي، واللي بيقسم الجسم الى anterior و posterior، بينما الساجيتال فيو هو بيطابق للساجيتال سيوتشر ويقسم الجسم الى right and left. اذا حبينا نسقط هذول التفاصيل على الفك، فاحنا هنلاحظ انه معانا في زي ما انتم شايفين في الصورة الان معايا الابر جو، ممكن نشوف الخط الأحمر هذا اللي هو يسمى الأكسيال فيو الأكسيال بلين، هذا القسم بيقسم لي إلى superior and inferior بلين أو بارت. معانا كمان الخط الأخضر، هذا الخط الأخضر اللي بيمثل لي السجيتال فيو، وهذا السجيتال فيو بيقسم لي الأرش إلى right side وإلى left side. كمان معانا الكورونال فيو اللي ممكن بيقسم لي الأرش إلى anterior part و posterior بارت. على سبيل المثال الساجيتال فيو، في الساجيتال فيو لما نيجي نشوف انه هذا البلين او الساجيتال بلين اللي بيمتد من البوستيريور للانتيريور بيقوم يفصل لي في الانتيريور تيث او الاسنان الاماميه، فقط بيفصل لي سنجل توث، ما بيستطيعش يفصل لي اكثر من توث، وفقط بيمر او بيفصل only one tooth، وهذا التوث اللي بيتم قطعها بيتم فصلها الى الرايت او ميزيال ديستال سايد. ولذلك نحن في نافذة السجيتال فيو في الاسنان الامامية ما راح نشاهد الا one tooth one single tooth، حيكون هذا الفيو نستطيع منه نشوف البكال سايد اوف ذا توث lingual سايد and the whole tooth سواء كان الكراون او الروت مع السبورتنج ستراكشرز اراوند ذا روت، ولكن ما بنستطيعش نشوف الميزيال والديستال سايد للسيم توث. بينما في البوستيريور توث، في البوستيريور تيث السجل بلين ما بيمرش على سنه واحده، بيمر على مجموعه بوستيريور تيث، وبالتالي بتظهر معايا في نافذه السجيتال فيو مالتيبل تيث اند ذي ار ديفايدد انتو بكال اند لينجوال، اي بمعنى ان النافذه السجيتال في الاسنان الخلفيه بنستطيع نشوف الميزيال سايد والديستال سايد، لا نستطيع ان نرى البكال اند اللينجوال لانه بنصف هذه الى بكال اند لينجوال، واحده منهم حنشوفهم. اذا خلاصه السجيتال فيو انه اذا كان السجيتال فيو
على الأسنان الأمامية فما راح نشوف إلا only single tooth، وهذا single tooth راح نشوف فيها buccal and the lingual side، لكن ما نستطيعش نشوف الميزيال والديستال the same tooth. في الأسنان الخلفية ممكن عشان ما تنساش ممكن تحفظها أنها بتظهر كأنها periapical view زي أشعة periapical، فبتظهر لي مجموعة أسنان ممكن أشوف فيها الميزيال أو الديستال سايد، ولكن ما استطيعش أشوف البكال أند اللينجوال سايد. في الكورونال فيو، هنا في الكورونال فيو حيكون المسألة عكس سجيتال فيو. من أي ناحية؟ من ناحية أنه هذا الكورونال فيو البلين في الأسنان الأمامية بيتم قطع مجموعة أسنان، مش only single tooth، multiple tooth are being crossed by the coronal plane، وبالتالي بنستطيع ان احنا نشوفها resembling as preapical view، كأنها صورة أشعة preapical، فبنستطيع نشوف الميزيال and the distal side لهذا الأسنان الأمامية، ولكن لا نستطيع أن نرى أسنان البكال and the lingual. في الجانب الآخر الديستال سايد أو الديستال تيث حنستطيع نشوف only single tooth في حالة من؟ في حالة الكورونال فيو. طبعا سنجل توث في each side right، ممكن أشوف سنجل توث في left side إذا كان full arch CBCT أو الفيدو فيو، وبالتالي هنا بستطيع أشوف اللينجوال and the buccal side of the posterior single tooth، ولكن لن أستطيع أن أرى الميزيال والديستال هاف. إذا خلاصة الكورونال فيو بتكون عكس الساجيتال فيو. أما الأكزيال فيو فإن المسألة هنا بتكون جدا سهلة، إنه الأكزيال فيو بيقوم ينصف لي التوث إلى upper and lower part، أي بمعنى أن نستطيع أشوف البكل واللينجوال، أستطيع أشوف الميزيال والديستال، ولكن لا أستطيع أن أرى ماذا؟ التوث بحد ذاته as one structure، ما أقدرش أشوف الكراون والروت للسيم توث. لماذا؟ لأنه هذا الأكسيال فيو بيفصل هذا الجسم إلى جزء علوي وسفلي، وبالتالي ما دام قلت أنا أنه هذا البلين بيفصل الجسم إلى نصفين، يعرف أنه هذا النصفين لن تستطيع أن تراه في السي بي سي تي. فما دام الأكسيال فيو بينصف لي الجسم إلى أبر أند لور، إذا أنا ما استطيعش أشوف الأبر بارت للسن اللي هو الكراون واللور بارت اللي هو الروت in the same time، only one part بشوف. زي ما احنا شايفين هنا بستطيع أشوف الروت البكال سايد حقها، اللينجوال سايد، الميزيال سايد، الديستال سايد، ولكن ما اقدرش اشوف الكراون لهذا الروت الا لو حركت حق المحاور بحيث اني اشوف الكراون، ولكن في نفس الوقت لا استطيع ان ارى الروت in the same time the same tooth. اذا we cannot see what the crown and the root in the same time. عشان ترسخ عندنا المعلومات بخصوص كل نافذة، حنشوف الآن مجموعة أمثلة كيف أن كل نافذة، ما هي المعلومات اللي ممكن نأخذها أو ندرسها من كل نافذة على حدة. مثلا في الأكسيال فيو ممكن نشوف سلامة العظم الجو، نشوف أنه لو في perforation في البون، إذا في discontinuity، كذلك في الكراون إذا شايفين أنه الكراون حاصل له الانتجريتي تبع التو ستراكشر حقها في كارياس او الروت، مثلا مثل حالات البرفوريشن في الروت او الريزوربشن اكسترنال ريزوربشن او انترنال ريزوربشن، كل هذا نستطيع نشاهده من الاكسيال فيو. اضافه الى ذلك لو في اي فراكشر ظاهر معايا في الروت، وبالتالي استطيع ان انا اقوم بتصفح هذا الكسر او الفراكشر من الاكسيال فيو. كذلك الاناتوميكال ستراكشر، الروت كانال سيستم، اذا في اسماس، اذا كان في سي شيب كانال، كل هذول الاناتومي او الفاريشن استطيع ان انا اتعرف عليهم من الاكسيال فيو. في الكورونال فيو او السجيتال فيو زي ما عرفنا انه كلاهما بيكون عكس الاخر، وبالتالي اذا حابين نشوف الاناتومي في الكورونال فيو في الاسنان الخلفيه، زي ما قلنا في الاسنان الخلفيه الكورونال فيو راح يقطع لي 1 توث، هذا بيطابق لي او بيشابه لي ماذا؟ السجيتال فيو في الاسنان الاماميه، لانه السجيتال فيو في الاسنان الاماميه راح فقط يعمل لي تنصيف او ديفايدنج اونلي سنجل توث. في هذه الحاله سواء كان سجيتال فيو في الانتيريور تيث او كورونال فيو في البوستيريور تيث، راح نستطيع ان احنا ندرس ذا فولوينج اناتومي.
ممكن نستطيع ان احنا نشوف الـ integrity of the two structure and the bone in the same time. ممكن اشوف مثلا اذا كان في امتصاص في البون، اذا كان في periapical lesion، ممكن اشوف كمان لو في vertical root fracture في الروت زي ما انتم شايفين هنا انه في fracture في apical area. كذلك استطيع اني ادرس الروت كانال مورفولوجي او configuration for each single tooth. Single root يعني ما بستطيعش اشوف two roots in the same time, only one root for example mesial, بعدين انتقل للديستال وادرسها لوحدها. كذلك اقدر اشوف الباكولينجوال كيرفتشر اللي هي الانواع الكيرفتشر اللي لا نستطيع ان نراها في حالات البري ابيكال اكس راي. كذلك استطيع اقيم قرب وعلاقه الروت مع الفيتال ستراكشر زي المجزر الساينس، زي الانفيريور البولار نيرف، زي المينتال فورامين على سبيل المثال، وبالتالي استطيع ان انا احط بعين الاعتبار ذلك في خطتي العلاجيه. في حاله لما نقوم بدراسه نافذه السجيتال فيو في الاسنان الخلفيه او الانتيريور فيو في الاسنان في الكورونال فيو في الانتيريور تيث، هنا بتظهر كلاهما الاشعه بتظهر في هذه النافذه مالتيبل تيث، وهذه المالتيبل تيث بتظهر كانها بيري ابيكال فيو. ممكن في هذه النافذه استطيع ان انا اقيم او ارى الميزيل او الديستال سايد لكل توث، واستطيع من هذه النافذه اني ادرس الاشياء التشريحيه التاليه اللي هي مثلا الانتجريتي اوف ذا الفيلر بون، ما اذا في معايا بيري ابيكال ليجن اقدر اشوف الميزيل اند ديستال كيرفتشر، اشوف مثلا عندي هنا امتصاص في العظم، بينما في الصوره اللي قبلها البري ابيكال اكس ري ما كانش ظاهر اي امتصاص عظمي، فهذا ميزة الـ CBCT. كمان أستطيع أشوف النافذة. إذن what are the limitation of each view؟ إذن the limitation of each view معانا مثلا الـ axial view أستطيع أشوف الميزة distal buccal lingual، لكن ما أستطيعش أشوف الـ superior and inferior. في حالة الـ coronal view إذا كانت coronal view for posterior teeth أو for sagittal view for anterior teeth، فأستطيع أشوف البكال and lingual superior and inferior، ولكن لا أستطيع أن أشوف الميزيال والديستال سايد for each tooth. في حالة لو كانت الفيو coronal view للأسنان الأمامية أو sagittal view للأسنان الخلفية، فراح أشوف الميزيال and distal side، راح أستطيع أقيم superior and inferior part، ولكن لا أستطيع أن أرى البكال and lingual side. إذن جميع بعد ما انتهينا من الآن يعتبر بعد ما راجعنا إلى هنا نكون راجعنا المصطلحات التشريحية المهم فهمها ومعرفتها، لأنها بترتبط بشكل مباشر في خطوات قراءة CBCT. النقاط التالية اللي راح نقوم بشرحها في طريقة دراسة الـ CBCT Image بالإمكان تطبيقها على كل البرامج الـ Software لجميع الشركات، أي بمعنى هو Guideline أو Principles يتم تطبيقها على جميع الـ Software الممكنة استخدامها. تطبيقنا اليوم راح يكون عن باستخدام جهاز السوفت وير تبع شركة اكتيون اي اي اس اللي هو مصاحب لجهاز اكس مايند تريم. علينا اتباع سيستماتيك ابروتش معين، وفي هذا السيستم ممنوع انك تعدي احد الخطوات لانه ما راح تكون قراءتك دقيقة بشكل صحيح. اول خطوة او اول ستيب ان احنا اول حاجة يجب ان تتعرف فين بتحط حقك المحاور. في وضع الـ knowing what you are looking for، هنا مهم جدا انك تعرف فين حقك الـ cross lines، هذه عبارة علامة الزائد اللي احنا بنحطها المحاور هذه على السن اللي حابين ندرسه، يجب انك تكون عارف فين حاطه، لانه كل الصور او التغيرات اللي راح تظهر في النوافذ اخرى هي مبنية على هذا المحور. انت فين حطيته؟ هل حطيته على السن الخامس؟ الفيرست مولر، السكند مولر، واذا حطيت على الفيرست مولر هل حطيت على الميزيال روت او الديستال روت؟ لان النوافذ الاخرى اللي راح تظهر فيها
المعالم التشريحية هي بناء على هذا المحور أنت فين حطيته، وبالتالي من أهم الخطوات أنك أول حاجة تتعرف على المك أين حط أن أن أنت وين واضع المحور الإكس والعلامة الزائد. في مثلا كمثال على أهمية وضع المحور، وكيف أنه لو وضعت المحور الإكس أو العلامة الزائد هذا في مكان غير صحيح ممكن تعطيك معلومات تظل لك في تشخيصك، مما يجعلك تشخص الحالة بشكل غير صحيح. على مثال، على سبيل المثال هذه الحالة زي ما انتم شايفين في البانوراميك فيو، معنا بيج بيري اب كليجن مصاحب للور سكند مولر. من الوهلة الاولى بتعتقد انه هذا البيري اب كليجن اكيد انه مصاحب لهذا الانفكتد او النيكروتيك سكند مولر، لكن من الهيستوري اللي ناخذ انه البيشنت عباره عن ميل عمره 14 سنه، من الاشعه ظاهر انه معي بري ابيكال ليجن كانه اسوسييتد وذ ذا ابيكس اوف ذا سكند مولر، لكن بعد ما تم عمل الكتريكال بالب تيست كان الريزلت بوزيتيف بالرغم وجود ديب بوكيت بريدنتال بوكيت حتى عمق 8 مليمتر. طبعا كان التشخيص الاولي هو الخلع على اساس انه هذا السن هوبليس وانه في بريدنتايتس كبير، بينما هذا التشخيص غير دقيق اذا اعتمدنا على البانوراما. لكن في حال لو حبينا نعمل السي بي سي تي، مش كافي انك فقط تعمل السي بي سي تي، لازم تعرف فين كمان حطيت محاور الاكزيال بلين. يعني احنا الان على سبيل المثال معايا الاكزيال بلين، ممكن احطه على المحور سي او ممكن احرك الاكزيال بلين باتجاه الابيكال اريا وابيكالي واحطه على على نفس محور الدي. هنا بيختلف معايا التقييم الحاله او تشخيص الحاله. حنشوف الان مثلا اذا حطيت على مستوى المحور سي او الاكسيال بلين خليت على مستوى سي، حلاحظ انه البري ابيكال ليجن مصاحب او اسوسييتد وذ ذا روتس اوف ذا سكند مولر. لكن لما نزلت الاكسيال بلين مور ابيكالي زي ما انتم شايفين الان أصبحت البري أبيكال ليجن منفصلة بشكل كبير عن الأبيكال أريا أوف ذا سكند مولر، أي بمعنى أنه ما هوش ريليتد. هذا يوحي لي إذا ماذا؟ إلى أن البري أبيكال ليجن هذا ما هوش المصدر الإندونوتيك أوريجين. زي ما شايفين الآن في الكورونال فيو الأبيكس تبع السكند مولر بعيد تماما عن البري أبيكال ليجن، وبالتالي هذا نخرج باستنتاج أنه البري أبيكال ليجن هذا ما هوش مصدره السكند مولر، خصوصا أن الإلكتريكال بالب تيست جابت لي نتيجة بوزيتيف، يعني أن السن فايتال، وبالتالي كان المعالجة هنا أنه السن 8 هي تم عمل إكستراكشن لها بحكم أنه هذا السيست ريليتد لها. وفعلا عند تم أخذ البايبسي وإرسالها للمختبر الهيستوريجيكال ستدي كانت الريزلت أنها دينتجرس سيست. إذن هنا مش فقط أن احنا بنحول الحالة إلى السي بي سي تي إلى جهاز الأشعة وناخذ منها البيانات، إنما ضروري جدا أن احنا نعرف فين احنا حاطين محاورنا، لأن احنا زي ما شفنا قبل شوية أنه لما حطينا المحور حقنا الأكزيال بلين في منتصف الجذب شفنا التغيرات اللي ظاهرة في الأكزيال فيو أنه الليجن مصاحب للروت، ولكن لما اتجهنا مور أبيكالي أصبح الليجن منفصل عن الأبيكس، وبالتالي استطعنا أن احنا نستنتج أنه هذا نون إندودونتيك أوريجين، هذا البري أبيكال ليجن ما هوش مصدره الروت كانال سيستم، إنما له مصدر آخر واللي طلع هو الدينتجرس سيست اللي هو مصاحب للثيرد مولر. وزي ما انتم شايفين بعد مرور سنة من الخلب حصل كومبليت هيلينج لهذا الراديولوسنسي، حتى البوكت اختفت ورجعت عمق البوكت تقريبا 3 مليمتر. إذن مهم جدا إنه If you don't know where the cross section is, you will not know what you are looking at. من المهم جدا ان احنا اول حاجة بعد ما نستلم الاشعة ونشغلها في السي دي في السوفت وير بنقوم نحط حقنا المحاور على الانترستد اريا. فاذا انا حابب ادرس السفن زي هالحالة الماضية بحط حق المحاور على السفن، وهذا حنشوفها بالتطبيق العملي. بعد ما احطه على السفن بقوم احرك حق المحاور بشكل تدريجي، فأتحرك من الكراون باتجاه مثلا على سبيل المثال الأكزيال بلين، بحرك الأكزيال بلين من الكراون باتجاه الأبيكس وأشوف التغيرات اللي بتحصل في الأكزيال فيو في الساجيتال فيو وما إلى ذلك. في الأكزيال فيو بشوف أنه البري أبيكال ليجن كان مصاحب للروت، إلى أن اقتربت للأبيكال أريا بدأ الليجن ينفصل عن الأبيكس. إذن هذا خلاني أعرف أنه الليجن ما هوش مصدره السفن،
وهذا يدالي التفسير ليش انه 7 استجاب بشكل ايجابي للالكتريكال بلب تيست. عشان كذا انا اقول لكم انه دائما اعيد هذه المعلومه سواء في السوشيال ميديا لطلابي في الجامعات لزملائي في طب الاسنان، انه الاعتماد على قراءه اشعه السي بي سي تي عن طريق التقارير المطبوعه ورقيا من مركز الاشعه لا تعتبر قراءه دقيقه، اي بمعنى لا تعتبر قراءه ثلاثيه الابعاد، انما 2D، لانه اذا تشتي 3D فان ضروري تحرك الاكسيال فيو في الحاله السابقه بشكل مستمر من الكورونال باتجاه الابيكال وفي نفس الوقت تشوف التغيرات. فاذا هذا الشيء لا يستطيع انك تعمله بالورقه المطبوعه. واذا حب الفني انه فعلا يعطيك معلومات 3D فهو بحاجه انه يعطيك كميه اوراق تصل الى مرجع كتب لا تقل عن 500 صفحه بس عشان سنه واحده يعطيها لك كل معلوماتها ك3D. هذا شيء مستحيل جدا. اول ما بيتم تشغيل الجهاز او الكيس السي بي سي تي سكان بتظهر معانا هذه الثلاث النوافذ. هذه الثلاث النوافذ زي ما انتم شايفين هي الاكسيال فيو، معانا السجيتال فيو، معانا الكورونال فيو. كل نافذه من هذه النوافذ حتلاحظوا انه بنستطيع نشوف هذا الكروس اللي هو علامه الزائد. هذا الكروس في الأكسيال فيو بيظهر لي بلون أخضر اللي هو مطابق للساجيتال فيو في النافذة الأخرى، وبيظهر لي كمان كروس آخر أزرق بيطابق اللون الكورونال فيو في النافذة الأخرى، أي بمعنى إنه هذا الخط الأخضر هو الخط المنصف أو الساجيتال بلين، أما الأزرق هو الكذا. لكن الأكسيال فيو ما راح نشوف حقها الخط المنصف اللي هو اللون الأحمر. لماذا؟ حنلاحظ حقها الساجيتال أو الأكسيال بلين في النوافذ الأخرى، لانه احنا في الاكسيال فيو ما راح نشوف الكراون والروت في نفس الوقت زي ما اتفقنا. في الاكسيال فيو فقط انت راح تشوف الميزيا ديستال باكال لينجوال، ولكن الكراون والروت في ذا سيم سايت نو. لماذا ما نستطيع نشوفها؟ لان هذا الخط الاكسيال بلين بينصف لي الجسم الى ابر ولور او سوبيريور انفيريور. خلاص اذا هذا البارت السوبيريور انفيريور راح تشوف واحد منهم مش كلاهما في نفس الوقت. وبالتالي كل نافذه راح نشوف محاور النوافذ الاخرى حق المنافذ من الأخرى. هذه العملية أو هذه القراءة هي ما تسمى بقراءة الـ MPR Multiple Planar Reconstruction. نحن وهنا بقراءتك للتغيرات اللي بتحصل الثلاث في هذا الثلاث النوافذ، هذا هو مسمى الـ 3D Analysis، هو التحليل ثلاثي الأبعاد. إنك بتشوف السنة من الأكسيال فيو، بتشوفها كمان من الكورونال، بتشوفها كمان في الساجيتال. ممكن كمان بالسوفت وير تبع شركة أكتيون إننا بنضيف نافذة رابعة اللي تسمى 3D Rendering. هذه 3D Rendering لها مميزات كثيرة خصوصا مع شركة أكتيون، إنه بتعطي لنا فلترات كثيرة، بتعطي لنا خصائص مش موجودة في الشركات الأخرى. مثال على ذلك الإندوسكوبي اللي هو قدرتك على أنك تدخل داخل القناة تستعرض الأناتومي والشكل التشريحي داخل القنوات وكأنك عامل منظار للتوث روت كانال سيستم نفسه بحد ذاته.
دائما بيكون المحور لأي نافذة بيظهر في النافذتين الأخريتين وما بيظهر في نفس النافذة. يعني مثلا هنا الأكسيال فيو بنلاحظ الأكسيال بلين موجود في الكورونال والساجيتال بلين ساجيتال فيو. المعلومات اللي بتظهر معنا في الأكسيال فيو هو انعكاس للستركشر والأجسام اللي بيمر من خلالها الأكسيال فيو سواء كان في الساجيتال أو في الكورونال. على سبيل المثال هنا في الأكسيال فيو ممكن نلاحظ أنه معانا الماندبل الكيرف حقها معانا هذه المنطقة هي الإكسترنال أوبليك ريدج أوف ذا ريموس، وبالتالي بيكون معايا السايد المقابل هو اللينجوال سايد واللي في نفس الجهة بيكون البكال، والجهة اللي بتكون قريبة من الريموس هي الديستال واللي هي بتكون أوي هي الميزيال سايد أوف ذا توث. وبناء على معرفتنا أو رؤيتنا للأكسيال بلين فين بيمشي في الساجيتال فيو هنقدر نعرف إنه هذا الروت هو يمثل لي الروت تبع الفيرست بريمولر، بينما هذا يمثل لي الروت تبع السكند بريمولر. أما كلا هذول الروت هم تبع الفيرست مولر سواء الميزيل أو الديستر روت، بينما هذا الروت ترنك بيمثل لي السكند مولر وهذا الجزء من بارت اوف ذا روت اوف ذا ثيرد مولر. لو جيت سألت سؤال إنه لماذا ظهرت لي في الأكسيال فيو في هذه النافذة الجذور تبع السكند مولر غير منفصلة، بينما الفيرست مولر كلا الجذرين الميزيل والديستال كومبليتلي سيبريتد؟ الإجابة هي موجودة في نافذة الساجيتال فيو. يعني من مجرد رؤيتك للساجيتال فيو حتستطيع تعرف لماذا ظهرت معايا المعالم التشريحية في الأكسيال فيو بهذا الاختلاف. فلو ركزنا على الخط الأحمر اللي بيمثل الأكسيال فيو هنلاحظ أنه في الفيرست مولر بيعبر كلا الروت وهم منفصلين، بينما في السكند مولر كلا بيعبر الروت ترنك قبل ما يحصل له أي سيبريشن للروت ترنك. كمثال آخر، عندما وضعنا الكورونال بلين بحيث يكون يمر من خلال الميزولينجوال and the mesiobuccal canal of the mesial root راح تكون صورة الكورونال فيو نفس اللي احنا شايفينها الآن. ما دام ان هذا الخط فقط مر من خلال ميزيال روت فقط، وبالتالي هنا حتظهر معايا في الكورونال فيو فقط ون روت، مستحيل نشوف الديستال روت لانه حقي محور الكورونال عبر من خلال فقط او عمل كروس سيكشن للميزيال روت فقط، ولذلك ما راح اشوف اي معالم للديستال روت. وبما انه مر من خلال الميزيو باكال كانال اند ميزيو لينجو كانال، اذا من الكورونال فيو راح استطيع اشوف كلا القناتين سواء الميزيو باكال او الميزيو لينجوال كانال. اذا من بنتقل الان الى الخطوه الثانيه في دراسه السي بي سي تي. هذه الخطوه تتمثل في ان يتم وضع هذا الكروس سيكشن لاينز في المكان الذي يراد دراسته، وهنا المقصود ليس السن انما الانترستد اريا. فقد تكون الانترستد اريا مجرد جذر من السن، فور اكزامبل ميزيال روت اوف ذا مولر، او قد يكون وان كانال فروم ذيس روت، قد يكون حق الانترستد اريا المكان اللي انا مهتم بدراسته التحليليه بالسي بي سي تي هي الميزيو باكال كانال للميزيال روت وليس الميزيولينجوال، وبالتالي يجب علينا اخذ الكروس سيكشن لاينز ووضعها في المكان المراد دراسته. ويجب أن يتم وضع هذا الكروس لاين بشكل يعمل كروسينج للانترستد اريا في كل النوافذ وليس في نافذة واحدة فقط. فنضبط الكروس لاين على مثلا الميزيال روت للسفن في الأكسيال فيو، وكذلك نروح نضبطه في الساجيتال فيو، ونروح نضبطه في الكورونال. بعد بيتم تضبيطه منقوم نعمل دراسة أو مانيبوليشن لهذا الكروس لاين، ونقوم بتحريكه up and down right and left anterior and posterior، ونقوم وقتها بدراسة تحليلية لجميع البيانات اللي بتظهر معانا سواء كان root canal anatomy morphology
for example number of the canals, configuration of the canal, هل في missing canal، نقيم فيها الالتريشن، نشوف ما اذا في بريبكل ليجن. يعني في الاخير بعد ما يتم تضبيط المحاور في المكان اللي احنا مهتمين لدراسته ويتم تضبيطها في كل النوافذ، بتبدأ الان مرحله المانيبوليشن، اي بمعنى تحريك هذا المحاور كحركه باتجاه 3 اتجاهات. بهذه الطريقه بيكون تحليلنا تحليل ثلاثي الابعاد. نبدأ الان بتطبيق هذا الكلام سريريا على الحالات السريريه الجايه. In this clinical exam, المريضة أجت لنا تشكي من severe pain، هذا الألم مصاحب للجهة اليمين للفك العلوي، تم تحويلها إلينا من قبل أخصائي المكسيلوفيشيال. بناء على الفحص السريري فهي تشكي severe tenderness و percussion vertically، وكذلك ألم أثناء البالبيشن في منطقة المولر posterior teeth. لما نيجي نشوف إيش سبب فشل المعالجة السابقة للإندو اللي تم عملها قبل سنوات، هنشوف انه في الماجنيفيكيشن معانا واضح بيج بريبكل راديولوسنسي، وزي ما احنا شايفين معانا مبين انه البريفيوس فيلينج فيها مشاكل، مثلا في الميزيال روت حاصل فيها اندر فيلينج تقريبا مسافه كبيره، وهذا يوحي انه في خروج عن مسار القناه، اي بمعنى انه في ليج، في احتمال انه حصل مع الطبيب ليج وما عملش ريسبكت للاناتومي او الكيرفتشر تبع الروت، وبالتالي ما استطاعش انه يستعيد مسار القناه. كمان لما نيجي نشوف ال other area مثلا زي البلب شامبر كانه محشي جي اي سي جلاس انومر، وبالتالي في معانا كورونا ليكيج. اذا مصدر الفشل المعالجه السابقه واضح جدا بسبب انه بور روت كانت تريتمنت، لكن السؤال هو لماذا قام اخصائي المكزيلو فيشيال بتحويل الحاله الينا لعمل اعاده معالجه للسن، ورفض انه يقوم بخلع السن، حيث ان الطبيب السابق اللي قام بالمعالجه ابلغ المريضه انه نتيجه عوده الافه الذرويه لابد من انها تتحول الى اخصائي جراحه وجه وفكين للقيام بعمل خلع وتجريف الكيس. لكن الطبيب المكسيلوفيشيال عندما حول المريضة تعمل سي بي سي تي، لما اطلع على الأشعة رفض بتاتا أن يقوم بعمل الإجراء الخلع، وطلب من المريضة أنها تبحث عن أخصائي صاحب عصب للمعالجة والحفاظ على هذا السن. إذا سوف نقوم هنا بعمل نافيجيشن ونعمل ستادي للسي بي سي تي عشان نشوف إيش سبب امتناع طبيب المكسيلوفيشيال للقيام بالخلع. أوكي، بعد ما نشغل البرنامج بيظهر معنا في السوفت وير زي ما احنا شايفين معنا الثلاث النوافذ اللي هي الاكزيال والكورونال والساجيتال فيو، وهذا النافذة الرابعة اللي هي تعتبر ال 3D ريندرينج. زي ما اتفقنا ان احنا اول حاجة بنقوم فيها تحديد المحور الكروس سكشن الاكس، ونروح نحطه على السن الانترستد توث او اريا. في الحالة هذه احنا حابين ان احنا نقوم بدراسة ليش حصل فشل لل previous root canal treatment، وبالتالي حيكون ال interested tooth هو المولر، بحط حق المحور بهذا الشكل، وأتأكد انه هذا كمان المحور منصب بهذا الشكل، وابدأ من جهة الكرام واحط بهذا الشكل. لكن لما نيجي نشوف ان حق المحور الاكس هذا ماشي بشكل مستقيم، بينما الارش فك المريض مقوس، وبالتالي لازم أميل وأعمل شوية روتيشن لهذا المحور بحيث إن المحور ينصف لي الستركشر أو الأناتوميكال ستركشر إلى نصفين متساويين مثل بهذا الشكل. الآن إذا حابب أعمل ستادي أو أناليسيس بروح أدرس كل روت على حدة. ممكن أبدأ من الأكزيال فيو من هذه النافذة، بعمل زوم، وبعدين أستطيع إما أن أحرك باتجاه الأبيكال أريا، وكيف اعرف ان انا بتجه باتجاه الابيكال؟ بلاحظ حق الريد لاين، هذا الخط الاحمر هو اللي يمثل لي الاكزيال بلين. زي ما اتفقنا ما دام انا بشوف الاكزيال فيو نافذه الاكزيال، فما راح اشوف فيها الخط الاحمر اللي بيمثل الاكزيال، راح اشوف الاكزيال بلين موجود في النافذتين الاخريتين اللي هي هذه. فكل ما حركت العجله حق الماوس بلاحظ انه الخط الاحمر
يتجه باتجاه الابكس. اذا الان انا جالس اعمل كروس سكشنينج في الاكسيال فيو باتجاه الابيكال اريا. هنا بستطيع اشوف انه معايا وان روت، هذا الميزيال روت، هذا الديستال، هذا البالاتال. كيف عرفت؟ عرفت عن طريق انه هذا هو الارشل بالاتال الفيلر بون للابر جو، هنا معايا البالات وهنا معايا البكال سايد، هذا بريمولرز وهذا المولرز، واذا هذا بيكون الميزيال روت، هذا الديستال، هذا البالاتال. اوكي، عشان نبدا الاناليسس بنبدا دائما من جهة الكراون وثم نتجه من الكراون الى اتجاه الابكس عشان نشوف او نقيم الروتس او الفيلينج اللي موجودات في كل من الميزيال اند ديستال اند بالاتال روت. كل ما اتجهنا باتجاه الابيكال بنلاحظ هذا الجوتبركا في كلا البكر روتس سواء الميزيال او ديستال، هذا البالاتال اوبتريشن ماتيريال. نتجه مور ابيكالي بنلاحظ انه فجأة بدأ تختفي الرادي اوباسيتي او الحشوة اللي موجودة في البالاتال روت، اصبحت مش موجودة بينما ما زالت موجودة في الميزيل اند ديستال. نستمر بالتحرك باتجاه الابكس نلاحظ ان الحشوة الجوتبركا اللي هي الرادي اوباسيتي اختفت في الميزيل بينما في الديستال ما زالت موجودة. هذه المنطقة السوداء هذا الراديو لوسنسي اللي ظاهرة معنا في الاشعة البانوراما اللي قال فيها الطبيب المعالج لهذه الحالة انها بريابيكال ليجن كبير. هذا شفنا كيف جدا علاقته مرتبطة بالميزيل روت للمولر. بنروح مور ابيكالي بنلاحظ انه رجعت لون الرادي اوباسيتي في البالاتال روت، يعني كانه حصل كورور الفرد من البالاتال روت كان في رادي اوباسيتي ماتريال وبعدين في الميدل ثيرد ما فيش اي ماتريال وبعدين انتقلنا للابيكال ثيرد وحصلنا رادي اوباسيتي. في الميزيال لاحظنا انه لحد الميدل ثيرد. كيف عرفت انه حد الميدل ثيرد او الابيكال ثيرد؟ بنلاحظ حق الخط الاحمر هذا الاكزيال لاين وأعرف في أي مستوى من مستوى الروت أنا جالس أشوف. يعني الآن مثلا أنا جالس أشوف في مستوى الأبيكال ثيرد للروت. من الروت؟ هل أنا دحين هذا الروت اللي بنشوفه الآن في الساجيتال هو الميزل ولا الديستل ولا البلاتل؟ تشوف حقك المحور فين رايح. إذا كان هذا المحور اللي هو الخط الأزرق والخط الأخضر بتقاطعوا على ميزير روت، إذا هذا اللي ظاهر معايا الآن ميزير روت. الميزير روت زي ما شفنا أنه اختفت الراديو اوباسيتي في الميدل ثيرد وكل ما اتجهنا ابيكالي ما لاحظناش اي وجود اي حشوه. يعني نقدر نتنبأ انه من هذه النافذه انه الميزيال روت كانه حصل اندر فيلينج. في الديستال روت اذا حابين نقيم فاحنا بناخذ الكروس سكشن الى الديستال روت بهذا الشكل، بنروح الى النافذه الاخرى اللي هي ساجيتال فيو الكورونال فيو ونقوم نعمل روتيشن لحقنا الكروس سكشن بهذا الشكل روتيشن، بنمسك في هذه المنطقة اللي على شكل السه ونعمل له موفمنت بحيث يكون علامة الاكس الكروس سكشن لاين تنصف لي الديستال روت إلى نصفين متساويين. ونروح مرة ثانية إلى نافذة السجيتال فيو، بعمل زوم إن وأقوم أعمل روتيشن للكروس لاين سكشن بهذا الشكل بحيث نفس الكلام يمر على الديستال روت وينصف لي الديستال روت بنصفين متساويين. بهذه الطريقة استطيع الآن بعد ما احط حق المحور في كل نافذة في المنطقة اللي انا حابب اعمل لها ستدي، الآن استطيع اعمل دراسة تحليلية لها للديستال روت للحشوة اللي موجود في الديستال روت. فممكن احرك الماوس بهذا الشكل حق العجلة اللي موجودة في الماوس وألاحظ إني لو عملت زوم في الكورونال فيو بلاحظ إنه في أندر فيلينج، الحشوة واصلة لهذا الحد بينما في نقص ما زال في القناة. إذا حابين أحسب الطول ممكن أجي من هنا وأبدأ أحسب أعمل ميجرمنت وأعرف وأحدد إنه في تقريبا 3 ملي متر أندر فيلينج. هذا بالنسبة للديستال روت. إذا حابب أعمل إيفالويشن للبلت الروت بروح أخذ حقي المحور الإكس نفس الكلام وأحطه على القناه للبلت الروت وعمل روتيشن للكروس لاين عشان اضمن انه يكون منصف لي للبلت الروت نصفين متساويين. اروح كذلك في الكورنال فيو واعمل نفس الشيء، ممكن اعمل زوم اوت عشان اشوف حقي المحور. بلاحظ حقي المحور ما زال بنفس الوضعيه اللي كان فيها على الديستال. انا الان حابب ادرس البلت، هذا هو البلت الروت، فاعمل روتيشن حقي المحور بهذا الشكل بحيث انه يمر ما بين نقطتين
ما بين الأبيكال بوينت مع الأوكلوزال بوينت، بحيث إنه يكون منصف للروت نصفين. أحيانا يكون الروت كيرفد، مش شرط إن إحنا نستطيع إن إحنا نمرر الكروس لاين ما بين الأبيكس والريفرنس بوينت، ولكن المهم إنه معظم مسار الجذر بيكون حقنا المحور منصف له بشكل نصفين متساويين. أعمل زوم أوت في السجيتال فيو في نافذة السجيتال. كيف عرفت إن هذا السجيتال؟ زي ما اتفقنا اللي بتظهر لي كأنها بريأبكال في الأسنان الخلفية، هذه هي السجيتال فيو. بحطها بحيث يمر على الكروس لاين منصف للبلت الروت بنصفين متساويين. بعد ما أعمل حق البوزيشننج الكروس لاين، أبدأ الآن أعمل ستادي للبلتال اوبتريشن وأعملها ايفالويشن. قبلها ما ينفعش، ليش؟ لأنه المحاور إذا هي مش عاملين لها بوزيشن بشكل صحيح، كل العلامات اللي بتظهر في النوافذ مش شرط تكون صحيحة. الآن لما نلاحظ في البلتال فعلا إن احنا شايفين في جوتبركا في الكورنال ثيرد، وبعدين فجأة اختفت في الميدل ثيرد، وبعدين شفنا راتي اوبستي ماتيريال في الابيكال بارت. نفس الكلام هنا بيصادق هذا الشيء في الكورونال فيو، نفس الريزلت معايا جوتبركا موجوده في الكورونا في الميدل في الكورونال ثيرد، ديس ابييرنس اوف ذا راتي اوبستي ماتيريال في الميدل ثيرد، ورجعنا شفنا الراتي اوبستي ماتيريال اجين في الابيكال ثيرد. اذا تقييمنا للبلت الروت انه في حاصل بور اوبتريشن او بور كوندنسيشن في البلتر روت. الميزه اللي موجوده في السوفت وير تبع شركه اكتيون انه لو كان فرضا هذا الراديو اوباسيتي ماتيريال هي فايل مكسور، كيف راح نتعرف عليه ما اذا كان فايل ام جوتبركا؟ هذه من المواقف المحرجه اللي بتحصل في حالات الريتريتمنت، انك بتشوف الاشعه بتعتقد انها جوتبركا، فمجرد ما تبدا تعمل ريموفل للجوتبركا اللي موجوده داخل القناه تكتشف انه في كان جزء من الحشو عباره عن فايل مكسور، تم حشو الاوبتريشن للجوتبركا من فوق هذا الفايل المتبقي. في ميزه اللي لاحظتها انا في جهاز او السوفت وير تبع شركه اكتيون، انه من احد خواصه انك مجرد ما تاشر على الماوس على اي منطقه بيقوم هذا السوفت وير يعمل لك دراسه او يعطيك رقم يعبر عن الانتنسيتي اوف ذا جراي سكيل. يعني فرضا الان لما انا احط الماوس في هذا المكان، مكان هذا الراديولوسنت، بيعطيني قراءه في هذه النافذه. لاحظوا هنا مثلا انا لما احط الماوس فرضا ايش طلعت القراءه؟ تقريبا 10016. لما احطه على راديو اوباسيتي ماتيريال طلعت 2338. لما احطه على بون، ولكن مثلا سبونجي بون مش كورتيكال بون، نلاحظ ان القراءه بتطلع لي تقريبا 1193. لما احطها على هذه الحشوه فرضا امالجم، شايفين كم طلعت؟ 6999. اذا هذه الميزه في السوفت وير انه بيستطيع، مش كل الراديو اوباسيتي ماتيريال بتظهر عندنا في السوفت وير تبع شركه اكتيون انها موحده، لا، بيستطيع يميز لك مدى شده الراديو اوباسيتي او الانتنسيتي. انت ممكن تستفيد من هذه الخاصيه انك لما تاشر فرضا هنا على هذا الكورنال ثيرد، نلاحظ انه بتطلع القراءه رقم معين، لكن لما نروح مور ابيكالي بتلاحظ انه بتعطي لك اختلاف في القراءه قد تصل الى 6840. هذا رقم كبير جدا مقارنه بالراديو اوباسيتي ماتيريال اللي موجوده في الكورونال اول في الـ في الـ في الكورونال ثيرد. اي بمعنى انه بيعطي لي احتماليه انه الماتيريالز اللي الراديو اوباسيتي اللي موجوده في الابيكال ثيرد قد مش شرط انها تكون فيلينج او جوتبركا نفسها زي الكورن زي اللي موجوده في الكورنال ثيرد. هذه من احد الخواص اللي لاحظتها في شركه اكتيون. يعني هنا مثلا بنشوف ان القراءه بتعطي لي 6869، بينما هنا في الراديو اوباسيتي الموجوده في الكورنال ثيرد بتطلع لي تقريبا 5200، يعني فارق تقريبا 1000. طيب إذا هذه الطريقة احنا عملنا الآن تحليل لكل جذر من الجذور على حدة، عن طريق ان احنا بنحط الكروس سيكشن على الانترستد اريا. ففي الميزيل حطينا على الميزيل، ولاحظنا في الميزيل انه معايا
الآن نعدل المحاور على الميزيال بهذا الشكل. طبعا الميزيال كيرفت، وبالتالي المحور حقي حيكون ستريت على جزء من الجذر والجزء الآخر بهذا الشكل. بهذا الشكل نلاحظ انه كأنه حاصل خروج عن مسار القناة، كأنه حصل ليج او بداية زيبنج، وهذا هو الجزء المتبقي من الكيرفد كانال اند روت ما تمش عمل الحشو، وبالتالي بنتوقع انه في حاصل بلوكيج معانا في مسار القناة الحقيقي، وبالتالي هذا السبب اخر لشكوى المريض المستمرة بعد المعالجة الروت كانال السابقة، نظرا ان الكوز واضح جدا للفشل سبب البين واستمرار البين. طيب عشان نقيم لماذا طبيب الاخصائي المكزيلوفيشي رفض انه يقوم بخلع السن وما اتبعش تعليمات او توصيات الطبيب السابق للحاله، ان بري ابيكال ليجن هذا سيست ويحتاج له اكستراكشن او سيرجيكال انترفينشن، نيجي نحط المحور على الجو على الفك نفسه بهذا الشكل، ونقوم نقيم الان المين انترستد اريا حقنا هي الراديو ليسنسي، البيج راديو ليسنسي ما هيش التوث، وبالتالي حنخلي المحور بهذا الشكل منصف، هنا بيكون عمودي، ونفس الكلام في السجيتال فيو في الكورونال فيو بيكون عمودي. بنعمل موفمنت للاكسيال فيو اب اند داون، ونلاحظ ان الراديو ليسنسي بتكبر قريبه جدا من الميزيال، وبتكون لها علاقه مباشره مع البلت الروت، هذا هو البلت الروت. حابين نعمل زوم، ممكن افعل موفمنت للبكتشر للصوره، ولاحظ انه كانه الميزي روت انفولفد انسايد او الميزي الابكس انفولفد انسايد ذس بيري ابيكال ليجن او بيري ابيكال راديو ليسنسي. البلاتر روت كذلك بنلاحظ انه الابكس مع دايركت كوميونيكيشن، اتصال مباشر مع هذا الراديو ليسنسي، بينما الديستال روت اللي هو هذا لاحظها الان، هذا الديستال روت بنلاحظ انه ما لهش اي ارتباط مباشر مع هذا الراديو ليسنسي، بيكون كومبليتلي سيبريتد وذ كورتيكال بون زي ما احنا شايفين. اذا حابين نعمل زوم اكثر ممكن اعمل موفمنت، هذا هو الديستال روت وهذا معايا الكورتيكال بون. اذا اقدر اخرج بخلاصه كدراسه للسجت الاكسيال فيو انه الميزيال روت اند البالاتال روت هاز ان اندايركت انفولف انسايد ذس بريابكر راديو ليسنسي، وايل بينما الديستال روت ما هيش مرتبطه بشكل مباشر مع هذا الراديو ليسنسي. لما نيجي الان ندرس العلاقه في سجد الكورونال فيو، هنلاحظ ان احنا الان لما بنعمل موفمنت للكورونال بلينز اللي هو يمثل الان بالازرق باللون الازرق هنا وهنا، لاحظ لما بعمل موفمنت لما احط الماوس في نافذه الكورونال فيو وعمل حركة لعجلة الماوس، ألاحظ أنه هذا الخط الأزرق هو اللي بيتحرك إما يمين إما يسار، هو ميزيلي أنتريوري أو بوستريوري، فلاحظ أنه هذا الموفمنت بيعطي لي رؤية للتغيرات اللي بتحصل ومصاحبة للروتس لهذا المولر. ألاحظ لما نبدأ مثلا لو حابين نبدأ من الميزيال سايد of the molar، هذا الميزيال سايد of the molar لأن هذا 5 بجواره، الآن بحرك الكورونال بلينز باتجاه الديستال اي بمعنى بوستيريرلي، فبالتالي بروح اشوف كل التغيرات اللي بتحصل في نافذته في نافذه الكورونال فيو. الان لما اعمل موفمنت بلاحظ انه معاي هذا الراديو ليسنسي له اتصال مباشر مع الماكسيلري ساينس لان هذا هو الماكسيلري ساينس وهذا هو النازل كافيتي، فبروح مور ديستالي بلاحظ انه معاي الميزيال روت فعلا له اتصال مباشر مع هذا الراديو ليسنسي، بروح مور ديستالي كذلك بلاحظ الآن وجود كلا روتس معايا، البلت الديستال روت معايا البلت الروت. كيف عرفت انه هذا البلت؟ عن طريق انه هذا هو الهارد بلت بينما هذا هو البكال سايد. اذا فعلا زي ما شفنا سابقا انه الديستال روت لما شفناه من نافذة الاكزيل ان الديستال روت سيبريتد مفصول من هذا الراديو ليسنسي، وهذه هي كمية العظم المتواجدة اللي موجودة ما بين الراديو ليسنسي والديستال روت، تقريبا 1 أو 1.9 من البون ما زال
عامل لي سيبريشن ما بين الديستال مع الرادونسي، بينما البلاتل لاحظنا في الاكزيال فيو انه الابيكال بارت حقه له علاقة مباشرة مع هذا الراديودستنسي. اذا فعلا النتائج بتكون مطابقة سواء اخذناها من اي نافذة، لانها السي بي سي ما فيش فيها اي ماجنيفيكيشن، كل المجرمنت اللي فيها بتكون فعلا ايديال. وزي ما عرفنا في بداية المحاضرة انه هذا لان من خواص البوكسل سايز في السي بي سي تي انه بتكون ايزوتروبيك، اي بمعنى انه الدايمنشن او الميجرمنت في الثلاثة الابعاد بتكون متساوية. الان لما حابب اقيم هذا الراديو لوسنسي من جهة السجيتال فيو، عرفنا انه هذا سجيتال فيو لان اسنان خلفية وبتظهر لي كأنها بري ابيكال فيو زي اشعة البري ابيكال فيو. بنلاحظ انه معايا الان اي موفمنت بحرك الكروس لاين في هذه المنطقة في نافذة السجيتال فيو، هنلاحظ في النوافذ الأخرى أنه اللي بيتحرك معايا هو الخط الأخضر. وهنا ما دام أن السجيتال فيو سجيتال بلين، فحتكون الحركة باتجاه إما الرايت، هذا حرف الآر رايت، أو الليفت. شوف الآن لما نحرك الموس بيتحرك معايا هذا الكروس لاين اللي هو الخط الأخضر إما باتجاه الليفت أو باتجاه الرايت. فبنشوف الآن التغيرات اللي بتحصل معانا في نافذة السجيتال. بنلاحظ أن الميد زيرو إنسايد this radiolucency، والآن أصبحت متضحة معنا الصورة أكثر إن هذا الراديولوسنسي هو ليس ليجن إنما هو ماكسيلري ساينس. هذا هو اتصال، هذا عبارة عن تجويف ماكسيلري ساينس وليس سيست وليس الابسس أو جرانيولوما. it's an big enlargement للماكسيلري ساينس، حيث إنه هذا التضخم الكبير بالماكسيلري ساينس عامل لي كوميونيكيشن مباشر مع الميزير روت وكذلك البلتر روت. عشان نعمل كونفيرم اقدر استطيع ان انا اعمل ايفالويشن، مش كونفيرم عفوا، انما بنعمل ايفالويشن كذلك بال 3 دي. ممكن انا احرك الهيد اوف ذا بيشنت، لاحظ هنا كيف انا جالس اعمل موفمنت للبيشنتس هيد، واستطيع ان انا اشوف الفيو من انسايد فروم ذا توب من الاعلى. ممكن اعمل زوم بهذا الشكل وألاحظ إنه هذا هو الميزير روت، هذا هو الميزير روت inside this big cavity، هذا التجويف الكبير اللي هو المكزير ساينس. هذا هو الميزير روت، كيف ظاهر الـ apical part of the ميزير روت inside completely inside this sinus. إذن السبب الرئيسي اللي جعل أخصائي المكزيلوفيشل يرفض التدخل الجراحي لهذه الحالة أن الحالة هي maxillary sinus enlargement، وهذه الحالة بتسمى pneumatization. هذه pneumatization بيكون تعريفها هو enlargement للmaxillary sinus نظرا لخلع عمل extraction للمولرز، وبالتالي بيكون الساينس بيعمل توسع للكافيتي حقه ليستغل الفراغ اللي موجود في الفك في الالفيولار بون نتيجة لخلع هذا الأسنان أو هذا السن. إذن السبب الرئيسي اللي جعل أخصائي المكزولوفيشل يمتنع عن الخلع أنه عرف من أشعة السي بي سي تي أن هذا البيك راديولوسنسي هو عبارة عن مكزيلري ساينس انلارجمنت وليس بري أبكال ليجن. هذا الانلارجمنت اوف ذا ماكسيلري ساينس له اسم معين اللي هو نيوماتيزيشن البي سايلنت. هذا النيوماتيزيشن هو عباره عن امتداد او توسع للماكسيلري ساينس استغلالا لحدوث امتصاص عظمي في الالفيولار بون بعد عمل توث اكستراكشن. فعندما نقوم بخلع التوث اكستراكشن في اللونج تيرم يحصل بون ريزوربشن. في حالتنا هذه ما زي ما احنا شايفين الساينس عمل اكستنشن كبير قريب من الالفيولار كريست، ولكن ما فيش توث اكستراكتد. لكن لو ركزنا على المحاور اللونج اكسس للاسنان المجاوره هنلاحظ ان البريمولر والمولر ما همش متوازيين، اي بمعنى ان المولر هو عباره عن ابر سكند مولر حاصل له تيلتنج ميزيلي، فاستغل السبيس اللي مكان السكس اللي انخلع وبالتالي ظهر معانا كانه مولر. ولو رجعنا للبانوراما لنفس المريضة هنلاحظ انه فعلا قد تم خلع فيرست مولر في الاول ذا سايدد سواء الابر ارش او اللور ارش. اذا الان عرفنا ليش حصل نيوماتيزيشن في هذا المكان، فكان قرار اخصائي المكزيلوفيشل بعدم الخلع هو قرار صائب، لانه لو تم الخلع
بناء على طبيبي السابق، كان يحصل معنا حاجة اسمها اورو انترال كوميونيكيشن، انه هيحصل اتصال مباشر ما بين الاورال كافيتي والماكسيلري سينس بسبب التشخيص الخاطئ. فلذلك كان هذا سبب اصرار اخصائي الماكسيلو فيشيال بالمحافظة على السن وتجنب خلعه، لانه حيدخل في البيشنت، المريضة حتدخل في مضاعفات هي في غنى عنه. الخطوات المعالجة تمت في الجلسة الأولى. دائما نفضل أنه في الجلسة الأولى نحن نبدأ بسيمبل كيس، سيمبل بروسيجر. فلذلك تم استخدام بدء المعالجة في الديستال كانال، عمل ريتريتمنت واستعادة الطول الورك لينث كامل، وعمل اوبتريشن في نفس الجلسة. في الجلسة الثانية تم عمل المانجمنت للميزيال ليج، الليج اللي موجود في الميزيال والبلوكيج. استطعنا ان احنا نعمل باي باس للليج ونستعيد طول القناة في الميزيو باكل، وتم عمل اوبتريشن. في الجلسة الثالثة كانت هي الجلسة الأصعب نظرا لوجود الفراكشر في المنطقة الأبيكال أريا، واللي تم عمل كونفيرم لها بعد إزالة الجوتوبركة اللي موجود كان في الكورونال ثيرد. في مثل هذه الحالات لما يكون الفراكشر بارت في الأبيكال أريا، احنا بنحتاج أكيد الميكروسكوب عشان الماجنيفيكيشن والرؤية، ونستخدم السمول تيبس اوف التراسونيك مع استخدام بعض الكتات زي شركة السيركاميد معها بي تي ار، تستطيع ان نحن نستخرج نعمل فايل ريتريفل ونستخرجه من داخل القناة. ففعلا توفقنا في اخراج الفايل، وتم عمل كونفيرم بالاكس راي، بالابيكال اكس راي، عشان نتاكد انه فعلا خرج كل اجزاء الفايل كامل، لان احيانا يكتسر الفايل ويظل جزء متبقي داخل القناة. الحمد لله رجعت نبضات قلبنا من جديد سعادة وفرحا بإخراج الفايل، ومن ثم استكملنا عمل الأوبتريشن للبلاتال كانال. ولأن التوث كان was so destructive فعملنا أوبتريشن للأبيكال أريا، وكملنا الجزء المتبقي بالفايبر بوست والبيلد أب. طيب لو جينا سؤال ثاني، إنه ماذا عن الثيرد مولر، السن المجاور، لو حبينا نعمل لها دراسة للمورفولوجي للثيرد مولر، فليش ما نرجع من جديد إلى السي بي سي تي ونقوم بدراسة الثيرد مولر مورفولوجي اوف ذا روت كانال سيستم سويا؟ طيب إذا حابين ندرس الثيرد مولر، فبناخذ الكروس لاين ونحطها على الانترستد توث أو الأريا اللي هو الثيرد مولر، نروح باتجاه الكراون عشان نقدر نعمل ايفالويشن في الأكزيال فيو من البداية، ونحط المحاور حقنا على التوث اللي هو الثيرد مولر، ونعمل روتيشن للكروس لاين بحيث ينصف لي التوث في كل النوافذ. مثلا هنا في السجيتال فيو، نافذة السجيتال، استطعنا نعملنا الروتيشن بحيث انه فعلا نصف لي التوث نصفين، بينما هنا نلاحظ انه حقي الكروس لاين ما بيعمليش اي تنصيف، وبالتالي ما راح تظهر لي بيانات او الشكل التشريحي للتوث للثيرد مولر بشكل واضح. فاعمل روتيشن للكروس لاين بحيث فعلا ينصف الكراون في كل نافذة على حدة. شوفوا الآن لما عدلنا الروتيشن للكروس لاين كيف بدأ يظهر معايا شكل الاناتومي، الكراون والبلب شامبر وهذا الروت، بينما لما كانت زي ما كان اول سابقا بشكل عمودي بهذا الشكل ما هوش منصف للتوث، ملاحظين انه معايا الكراون وكأنه ما فيش روت، او كأنه حاصل ريزوربشن للروت. عشان كذا قبل ما تبدأ تحلل الداتا في الاشعة السي بي سي تي، ضروري اول حاجة انك تحط الكروس لاين على الانترستد اريا، ومن ثم تقوم بعمل روتيشن لهذا الكروس لاين بحيث يعمل تنصيف للانترستد اريا ان افري فيو، في كل نافذه. فالان احنا عملناها منصفه في الكورونال فيو، هنا مضبوطه في السجيتال فيو، لكن هنا في الاكزيال ما ضبطناش المحور، فعشان نضبطه راح نعمل موفمنت بهذا الشكل، لانه هذا هو الكراون حق الثيرد مولر، فنشتي نصفه نصفين بهذا الشكل. شوفوا الان كلما ضبط كلما بدات تظهر معالم السن او الانترستد اريا في كل نافذه بشكل واضح جدا. بعد ما تضبط في الثلاث نوافذ، الان تبدا مرحله المانيوبليشن، اللي المقصود بها تحريك
هذه المحور الكروس لاين في كل نافذة، وتشوف التغيرات اللي بتظهر في كل نافذة، وبالتالي بتعمل لها analysis. الآن بنتحرك في الأكزيال فيو باتجاه الأبيكال أريا عن طريق تحريك العجلة اللي موجودة في الماوس، ونعمل زوم عشان نقدر نشوف بوضوح، ونحرك مور أبيكالي. فكلما اتجهنا مور أبيكالي واضح معانا the main canal الروت كانال ترانك. بنروح أبيكالي بنلاحظ انه هذه القناة بدأت تنقسم الى قناتين منفصلتين. بنلاحظ كمان مور أبيكالي انه ستيل القناتين موجودة، ولكن الروت ما حصلهاش complete separation، ما زال معايا الروت متصل في جهة البلاتل، بينما في البكل حصل له separation، ولكن هذا separation ما هوش complete. بتجه كذلك مور أبيكالي بلاحظ انه اصبح معايا قناة واحدة ثنتين ثلاثة وهذه أربعة، يعني بالمعنى بدأوا بوان أورفيس انقسموا إلى قناتين، ومن ثم لما بدأت أقترب من الأبيكال ثيرد أوف ذا روت بدأت ألاحظ إنه في معي فور كانالز، يعني بدأوا ينقسموا إلى فور كانالز. باتجه مور أبيكالي أصبحت أنا قريب من الأبيكس وما زال الروت متصل، ما حصلش كومبليت سيبريشن مش للقناة للروت بحد ذاته زي ما أنتم شايفين الآن. هذا الاناتومي او هذا المورفولوجي معروف في الاندو انه يسمى هذا السي شيب كانال، سي شيب روت. يعتبر السي شيب روت هو سببها هو عدم حدوث كومبليت سيبريشن للروت في مرحله الديفلوبمنت، ومما يؤدي الى انه بيحصل اتصال ما بين القناه اللي موجوده المفروض الميزيل مع الديستال. هذا الاتصال يسمى اسمس، وله كلاسيفيكيشن كلاس استمس كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 وما الى ذلك. يعتبر هذا النوع من المورفولوجيا والاناتومي من اصعب الانواع اللي ممكن يتم معالجتها في الاندو في حال لو حصل انفكشن او نيكروتيك لهذا الروت كانال سيستم، نظرا لصعوبه الاناتومي في مثل هذه الاسنان. وبالتالي بيكون اكثر توصيات بنوصي فيها انه نعتمد بشكل كبير في هذا النوع من الحالات على الاريجيشن والاكتيفيشن. صعوبة الحالة بتكمن في الاسموس، هذا اللي بيتصل ما بين قناة وقناة، ما بنستطيعش ندخل بفايلاتنا في هذه الأماكن نظرا للتضيق الكوميونيكيشن هذا. فبنعتمد بشكل كبير على الاريجنتس الكلور المركز مع عملية الاكتيفيشن انه يعمل لي تغلغل محلول الكلور inside this anatomy. وبعدين بعد ما نخلص نعمل disinfection للروت ونستخدم non-sitting between visits، بنعتمد بشكل كبير في خطوة الأوبتريشن على البايو سيراميك ماتيريال، بحكم انه البايو سيراميك ماتيريال تعتبر فيلينج بحد ذاتها، ما بيحصل لهاش resorption، معها flowability عالية، معها adhesion عالية، ما بيحصل لهاش shrinkage، وبالتالي مثل هذه الحالات بتعتبر one of the difficult cases in Indo in case it become necrosis. في الحالة السريرية الثانية هذه المريض هذا محول من الدكتورة، قالت الدكتورة أنها عملت ريتريتمنت للسن السكند مولر اللي كان معالج بالبوتيك، واللي حصل للمريض أنه حصل مع سويلينج وبيركاجين تندرنس. هي استطاعت الدكتورة أنها تجد الديستال كانال إيزلي، ولكن بوث ميزي وبكال ميزي لينجول كانال ما استطاعتش أنها تلاقيهم بالخالص، فتم تحويل الحالة إلينا. وبالأشعة البريأبيكال فعلا القناة مش مبينة بالخالص، فتعالوا ندرس سي بي سي تي سويا لمعرفة ما هي الخطة العلاجية الأنسب لهذا المرض. طيب في هذه الحالة بما أن الغرض من تحويل البيشنت لعمل السي بي سي تي هو تقييم الميزيال كانالز نظرا لعدم استطاعتنا لفتح القنوات أو إيجاد القنوات، فبنروح ناخذ الكروس لاين على اللور 7، هذا هو السكند مولر، وبعدين بنروح نضبط معانا المحاور على فقط الميزيال روت لانه هو المين انترستد اريا. فعشان اضبط على الميزيال انا ما بقدرش اعرف هذا من منطقه الكراون او منطقه البلب فلور اين الميزيال روت، وبالتالي بحتاج ان انا احرك اكزيال بلين باتجاه الابيكالي باتجاه الابيكس عشان استطيع اشوف من نافذه الاكزيال كل روت منفصل عن لحاله، فاستطيع ان انا احط المحاور بشكل عمودي، مش بشكل عمودي او بشكل منصف
الميزير روت بهذا الشكل. نفس الكلام عمل تحت روتيشن للمحاور في كل نافذة. أنا معايا نافذة السجيتال، بخلي حق المحور بهذا الشكل، منصف الروت نصفين، وهنا نفس الكلام بخلي المحور بهذا الشكل يمر على منتصف الروت. بعد ما أكمل أضبط المحاور في كل نافذة، أبدأ الآن أعمل دراسة للثلاث النوافذ وأعمل 3D Analysis. لما أعمل movement لل axial plane من الكراون إذا باتجاه الأبكس، بلاحظ إنه ما فيش أي ظهور الراديوليسنسي في القناة. زي ما احنا نلاحظين هذا الديستال روت واضح جدا عندي اللومن أو تجويف القناة. معاني مثلا هنا 6، هذا الميزيال روت، هذا الديستال روت للفيرست مولر. لو قارنه بالميزيال روت للسكند مولر، نلاحظ هنا انه موجودات بوضوح جدا الميزيولينجوال عند الميزيو باكال كنالز. فحبيت اسالكم الان انه اي ويتش سايد از ذا لينجوال، هل هذا باكال سايد ام هذا الجهه هي الباكال سايد، عشان تقدر تعرف. زي ما قلنا بمعرفتنا بالاناتومي حنعرف انه هذا التقوس هو الاكسترنال اوبليك ريج، وبالتالي هذا هو الباكال سايد، بينما هذا هو اللينجوال سايد. اذا هذه القناه تعتبر ميزيو باكال كنال، هذه ميزيو لينجوال كنال لللور فيرست مولر. اما السكند مولر ما فيش اي راديوليسنسي ولا اي علامه لوجود القناه في الروت نهائيا. تقييمنا بيتم من منطقه البلبل فلور، من هذه المنطقه الى اتجاه الابكس، ومن طوال هذا الايفالويشن من قيم ما اذا هل في ظهور للقناة ام ما فيش اي ظهور. وزي ما احنا شايفين الان ما فيش اي ظهور للراديوليسنسي او نقطة سوداء داخل الروت عشان نعرف انها القناة. بينما بالمقابل لما نقارنها مع الميزي روت للسكس، او نقارنها مع الديستر روت لنفس التوث، هنلاحظ انه القناة واضحة جدا في الديستال روت، بينما في الميزيز ما فيش. نفس الكلام لما نجي نشوف من الكورونال فيو، هنلاحظ انه ما فيش اي علامة لمسار القناة، بينما لو حركنا الكورونال فيو باتجاه البلاتال روت هنلاحظ جدا بوضوح. انا هنحرك شوية روتيشن لانه اصبح اذا حابين نشوف الديستال روت، هنعمل روتيشن شوية بهذا الشكل عشان نخلي خط منصف لي للديستال روت. نلاحظ انه الديستال كنال واضحة جدا، لكن في حالة الميزيال ما استطعناش نشوف اي علامة. بنشوف الروت بشكل كامل راديو اوباسيتي كامل على مسار الجذر. استطيع كمان من الكورونال فيو ان انا اقيم هذا الانفيريور الفير نيرف، هذا النيرف، وهذا البري ابيكال ليجن. يعني اصبح البري ابيكال ليجن اللي محاط بالابيكال الابكس تبع الميزيروت قريب جدا من الانفيريور الفير نيرف. واذا حبيت انتقل الى اتجاه الديستال روت، هلاحظ انه البري ابيكال ليجن اكبر حجما من الميزيال، وعامل لي دايركت كوميونيكيشن مع الانفيريور الفير نيرف، يعني في اتصال، ما فيش بون عامل لي سيبريشن ما بين هذا الليجن مع الانفيريور الفير نيرف. هذا هو الانفيريور الفير نيرف. شوفوا كيف لما بنحرك الكورونال بلين، بلاحظ انه هذا النيرف كل ما تحركت باتجاه الانتيريور، بلاحظ انه النيرف مكان البوزيشن تبع النيرف وعلاقته مع الاسنان المجاوره. نفس الكلام لما اجي من السجيتال فيو، بحرك بكالي وبحرك لينجولي، بلاحظ انه ديستال كنالز واضحه كان بي سين ايزلي، بينما في الميزيال ما فيش اي مسار للقناه. واستطيع من هذه النافذة كمان اقيم حجم البريبكال ليجن، كيف انه البريبكال ليجن عامل لي اكستندد مور في جهة الديستال، وعامل لي كمان انفولفمنت ان ذا فركيشن اريا، وحاصل لي امتصاص عظمي في هذا المكان. ولذلك نستطيع ان احنا نوصل لاستنتاج انه القناة الميزيالات سواء ميزو باكال ميزو لينجوال حاصل معاهم كومبليتلي كالسيفيكيشن، ما فيش اي علامة لوجود قناة في هذا الروت. وبالتالي محاولة البحث وعمل دريلينج سواء بالالتراسونيك تيبس او بالجيتس جليدن هو مجرد ويستنج اوف تايم، وفي ريسك عالي جدا ان احنا نعمل بيرفوريشن ونخسر هذا التوث. صحيح انه في وجود بري ابيكال ليجن موجود مصاحب للميزير روت عند الابكس زي ما احنا شايفين هنا،
وهذا عادة احنا بناخذها قاعدة ان الطريقة الوحيدة اللي نقدر نضمن 100% ان القناة متكلسة هي الهيستولوجيكال ستادي. هذا ادق طريقة نقدر نثبت او ننفي وجود القناة. لكن السي بي سي تي هي بتستطيع انها تظهر لي بشكل كبير ما اذا القناة موجودة او لا، لكن ما نقدرش نقول confirm 100%، لانه احيانا بنعتمد زي ما ذكرنا على resolution حق الجهاز. فاذا الجهاز بيستخدم الفوكسل سايز تقريبا مثلا 120، اكيد ما حيظهر ليش لو في نارو كانال، لان احنا كل ما احتجنا نشوف تفاصيل صغيره نحتاج انه يكون الفوكسل سايز صغير، الفيلد اوف فيو صغير. اذا في عوامل ممكن تجعل من السي بي سي تي ما يظهرش القناه بشكل واضح اذا ما استخدمتش المعايير او العوامل بشكل صحيح. ولكن هذه الحاله كانت صعوبتها او الشيء اللي كان فيها كونترافيرسال انه في ليجن مصاحب للابكس حق الميزي الروت، واحنا نعرف انه ما دام في ليجن موجود مصاحب لهذا الروت معناه انه في مسار او في طريق للبكتيريا تستطيع منها تنتقل من الاوروفيس الى الابكس، وما دام استطاعت البكتيريا وبالتالي يجب علينا ان احنا نوجد مثل هذه هذا المسار عشان نمنع تسريب البكتيريا. لكن انا كان لي راي مختلف في هذه الحاله انه هذا الليجن اللي موجود associated with the apex of the mesiroot هو بس مجرد امتداد للليجن اللي جاي من الديستال، لان الديستال القناه واضحه وكبيره وبالتالي البكتيريا استطاعت انها تنفذ من الديستال كناز الى البريابكال تيشو، وبالتالي عمل حصل حدود تكونت البريابكال ليجن اللي مع مرور الوقت حصل لها تمدد الى منطقه الميزيال area of the mesial root. فلذلك تم ابلاغ المريض انه بناء على اشعه السي بي سي تي ما فيش معانا قناه في الميزيال روت، وبالتالي حنكتفي فقط بحشو الديستال روت اونلي ونعمل فولو اب. وهنا الفولو اب حيكون هو معيار ما اذا كان فعلا في قناه او لا، لانه في الفولو اب اذا شفنا كومبليت هيلينج للبريابكال ليجن هذا حيكون اثبات انه فعلا هذا الليجن كان عباره عن امتداد موجود هذا الليجن من الديستال ابيكس. إذن شفنا هنا بعد ما عرفنا انه الميزيال كانالز از كومبليتلي كالسيفايد تم عمل اوبتريشن فقط للديستال كانال، وعمل ورجع المريض الى الطبيبه المحوله لغرض استكمال المعالجه وعمل فاينل ريستوريشن اللي هو الكراونز والبيلد اب. بعد مرور الخمسة أشهر في الفولو أب استدعينا المريض وقمنا بعمل أشعة من أجل اطمئنان وعمل كونفيرم لحدوث الهيلينج للبري أبكال ليجن. زي ما أنتم شايفين فعلا الحمد لله حصل كومبليت هيلينج للبري أبكال ليجن وما فيش أي شكوى للمريض كلينيكالي. السنة أصبحت فانكشنالي، نو فيستولا نو سويلينج، وهذا ما يدل أنه كان تشخيصنا صحيح في السي بي سي تي. الآن نجي للحالة الثالثة والحالة الأخيرة. في هذه الحالة المريضة بتشكي من ألم أثناء العض وحركة في lower left central incisor، بالرغم أن السن تم معالجته ثلاث مرات من قبل طبيب ماهر ومتمكن، والدليل على ذلك صورة الأشعة البريابيكال مبين فيها ال working length control ال obturation ال well condensed obturation technique، بالرغم من ذلك ما زال البريابيكال ليجن موجود وما زالت الشكوى المريضة مستمر. فلذلك كان هذا سبب ان احنا طلبنا من المريضات عمل اشعة سي بي سي تي لكي نحدد سبب فشل هذه المعالجة. هل هو السبب انه في معانا ميسنج كانال؟ هل هو السبب انه كان الاريجيشن بروتوكول لم يكن بشكل الكافي بحيث انه ما زال في بيرسيست انفكشن ان ذا انسايد ذا روت كانال سيستم؟ تعالوا سويا ندرس السي بي سي تي سكان بحيث ان احنا نخرج ونتعرف على سبب فشل هذه الحاله. طيب الان في هذه الحاله ما دام انه الانترست اريا حقنا هو السنترال انسايزر، راح ناخذ الكروس لاين على السنترال انسايزر ونحرك الكروس لاين، نعمل الروتيشن بحيث يكون نصف لي لهذا التوث نصفين متساويات. لاحظوا لما ما نكونش ضبطنا في كل الكروس لاين في كل النوافذ شوفوا كيف انه ما تظهرليش بيانات صحيحة،
بتطلع لي الاماكن مشوهه كانه هنا ما فيش اي روت ما فيش، وبالتالي لا تستعجل في تقييم او تحليل الاشعه الا بعد ما تضبط المحاور بشكل صحيح. عشان كذا انه لازم انت كطبيب اسنان انت اللي تعمل دراسه تحليل الاشعه، ما تعتمد على احد اخر، لانه انا ممكن احط المحاور في اماكن مش بشكل صحيح اغير لك كل الريزلت اللي بتطلع، واخليك تشوف في النوافذ الاخرى بيانات مش حقيقيه موجوده في فم المريض او مش صحيحه. الان في السجيتال فيو بنحط المحور بحيث ينصف لي الروت. هنا كمان في الكورونال فيو بميل، ليش قلنا هنا كورونال فيو وهي بتطلع علي زي البريابكل؟ لان احنا هذه اسنان اماميه، وزي ما عرفنا انه الانتيريور والاسنان البوستيريور علاقتهم في السجيتال والكورونال بتكون متعاكسه. الان بخلي المحور موصف للروت بشكل متساوي، وهنا بعدل الروتيشن بحيث يكون من الانسايزال ايدج الى الابيكال فورامين تقريبا. وبعد ما اكون ضبطت الان ابدا الان اعمل دراسه لحقي التوث، لهذا التوث، عشان اشوف ايش سبب فشل معالجات الاندو المتكرره لهذه السن. لما اتحرك مور ابيكالي، اعمل زوم شويه، اعمل مور ابيكالي للاكزيال بلين، الاحظ انه الحشوه عامله جود فيلينج للكناز بشكل ممتاز، كوندنسيشن بشكل ممتاز. الان بروح مور ابيكالي، انا اذا حابب اعرف اي مستوى ابيكال وصلت بشوف في النافذة الأخرى الخط الأحمر وأعرف منها إن أنا وصلت لهذا المستوى، بروح مور أبيكلي إلى أن أتصل للأبيكل للأبيكل فورامين. بالرغم إني وصلت للأبيكل فورامين بلاحظ إنه ما زالت الجوتبركة موجودة، بمعنى إنه اللينث اللي تقييم طول الحشوة والكوندنسيشن الحشوة جدا ممتاز، لكن الملاحظ إنه التوث خرج عن الجو. لو لاحظنا الفك هنا تقوس الفك، بلاحظ اني كلما تحركت من الكورونال ايري من الانسايزل بوينت الى الابيكال بوينت، بلاحظ انه ما عاد فيش عظم ماسك الروت، اصبح الروت عم بيسبح فقط في سوفت تيشو مقارنة بالاسنان المجاورة انتيرير مجاور. شوفوا هذا مثلا سنترال، ملاحظين السنترال هنا الرايت كيف كومبليتلي كفرد باي هارد كورتيكال بون لينجوالي اند باكالي، نفس الكلام في اللاترال، نفس الكلام في الكناين، اكسبت ذيس توث اللي هو الاوفندنج توث. بلاحظ انه السن ما هوش سراوندد بالخالص بالعظم، ناهيك على الامتصاص اللي حاصل، كذلك الاكستروجن او الديفيجن اللي حصل، البادلي موفمنت اللي حصلت للتوث خارج تقوس الفك. نفس الكلام لو اجي اشوف من النافذة الاخرى، مثلا من النافذة السجيتال، بلاحظ انه كومبليتلي حاصل بون ريزوربشن، ما فيش اي بون ماسك لي هذا الروت، فقط حاجة يا دوب تكون سلايتلي تاتش من البون من جهة اللينجوال. ولو تلاحظ ان هنا في الفك انه هذا الكورتيكال بون حاصل كومبليت سيركوليشن للجو، ايش معنى هذا الكلام؟ معناه انه هذا اللي حاصل الوضعيه هذه قديمه جدا، لدرجه انه ما هوش مجرد امتصاص نتيجه انفكشن. لو كان امتصاص نتيجه انفكشن ما راح نشوف كونتينيوس للكورتيكال بون على هذا المسار كامل، راح نشوف انه هذا الكورتيكال بون حاصل لبرفوريشن نتيجه الانفكشن اللي هنا حاصل. لكن ما دام انه الكورتيكال بون حاصل له كونتينيوس، معناها انه اللي حاصل هذا قديم جدا، بحيث انه سمح للكورتيكال بون انه يعمل هيلينج ويتغلق في هذا المكان. كمان معنى هذا الشيء انه اللي حاصل الامتصاص هذا ما هوش ريليتد تو انفكشن، قد يكون له سبب اخر. ايش اللي تتوقع يكون سببه؟ حيكون سببه هو التروما. فهو فعلا عندما تم سؤال المريضة ما إذا كان معها هيستوري قديم لحدوث تروما، فعلا هي شرحت أنه حصل لها قبل 10 سنوات أو 15 سنة حادثة، بحيث أنه حصل تروما دايركت فورس على السنترال انسايزر، هذا مما أدى أنه التوث حصل له موفمنت وخرج من الجو وحصل العظم امتصاص من حول هذا السن. إذا في هذه الحالة سبب فشل المعالجة ليست طريقة إجراء الروت كانال تريتمنت، بالعكس زي ما احنا شايفين انه الاوبتريشن تم بشكل
جدا ممتاز، ما فيش أي جاب واصل الحشو ولا للأبكس بالضبط، وبالرغم من ذلك فشلت، والسبب أنه هو تشخيص الحالة ما كانش مضبوط، إن الحالة هذه ما كانش تحتاج روت كانال تريتمنت، للأسف هي تحتاج إلى الإكستراكشن. وزي ما نقدر نشوف هنا من الثري دي شايفين أنه كيف كل الأنتيريور تيث بيكون حقهم الأبكس متجهين مور لينجولي اكسبت ذيس توث بارزة باتجاه البكل، شايفين انه ما عاد فيش اي بون surrounded to this tooth. اذا في هذه الحالة ما راح نحتاج ان احنا نضطر نعيد المعالجة السابقة، وهذا ما تم ابلاغ المريضة انه ما راح نقدم معالجة كريتريتمنت افضل من الحشوة اللي موجودة حاليا، ولكن السبب هو انه السن يحتاج الى اكستراكشن، لانه استمرارية الفيستولا والانفكشن هو انه بيحصل دايركت كوميونيكيشن ما بين السلايفا وما بين الاريا اللي موجودة هنا، لانه ما عاد فيش بون عامل لي اي بارير. بعد ما عرفنا الان السبب انه ليش سبب فشل المعالجات السابقة، حيكون خطتنا العلاجية هي الاكستراكشن لهذا التوث، لانه للاسف اصبح هوبليس توث. اذا زي ما احنا شايفين انه المعالجات اللي ثلاث المعالجات اللي شفناهن سويا، كان الخطط العلاجيه لهن من دون السي بي سي تي ممكن تؤدي الى تقديم معالجات فاشله او مضاعفات المريض في غنى عنها، ولكن بالاطلاع او باستفاده من اشعه السي بي سي تي وحسن قراءتها، استطعنا ان احنا نقدم ثلاث خطط علاجيه مختلفه لكل حاله حسب احتياجها، وكانت الخطة مختلفة بشكل كبير مقارنة ما قبل قراءتنا للسي بي سي تي. الآن أصبح وجود أشعة السي بي سي تي جعلت من معالجات الإندو أكثر نجاح، وزادت من نسبة السكسس ريت، لأنه ما عاد فيش حاجة أصبح فيها تخمين، إنما أصبحنا نستطيع إن احنا نتنبأ مسبقا قبل بدء المعالجة سهولة أم صعوبة الحالة، نسبة فرص نجاح المعالجة، كل هذا يعود الفضل إلى هذه التكنولوجيا. في الأخير لا يسعني إلا أن أشكركم جميعا لحضوركم وتفاعلكم معنا في هذا الويبينار، كما أحب أن أقدم الشكر للأستاذ عامر سمانة مدير فرع شركة أكتيوم في الشرق الأوسط، كما أحب أن أقدم الشكر كذلك لفريق أكتيوم جروب ميدل إيست متمثلة بالبشمهندس محمود أبو خضرة، الذي كان له دور كبير في التواصل معنا في تركيب الجهاز وتنسيقه والتعرف على البروجرام، فكل الشكر لك يا أستاذ محمود، كذلك البشمهندس أحمد أمير والأستاذ خلود، كما أحب أن أشكر صديقي العزيز الأستاذ عبد الرحمن العزيزي وكيل شركة أكتيون في اليمن، وحبيب القلب الدكتور مازن الدوماني اللي بيدير كل سنة أكبر تجمع مؤتمرات في طب الأسنان في الوطن العربي من خلال صفحته طب الأسنان المباشر، له كل الشكر والتقدير على تواصله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.